خير، السلام عليكم. فنرحب فيكم اليوم ومشكورين على حضوركم. وإحنا دايماً نقول أن لما نكون مع بعض ومتجمعين تكون هناك كمان قوة وطاقة مجمعة. أنا اسمي منى العرفج، يمكن بعضكم يعرفني من هارموني هاوس بالكويت. ودي أتكلم اليوم عن السلام الداخلي، نتكلم عن الديب بيس. شلون ممكن إحنا نعيش هذا السلام؟ لأن في حوالينا تحديات كثيرة. أكثر شيء يمكن ممكن نواجهه هذه الأيام اللي قاعد نمر فيها هو الخوف. الخوف من الأمراض، الخوف من أني أنا أفقد وظيفتي، الخوف يمكن من الموت. في وايد أشياء راح نتكلم عنها الحين اللي هي تمنعنا من أن إحنا نعيش فطرتنا وطبيعتنا الداخلية. فهني أبي أتكلم عن قصة يمكن بعضكم سامعها، بس هي قصة وايد جميلة وتذكرنا بحالتنا. في كان أميرة عايشة بسعادة ومبسوطة، وأبوها عطاها عقد، وهذا العقد كان وايد عزيز عليها، تلبسه دايما. في يوم من الأيام صحت من النوم وشافت ان هي مو لاقية العقد هذا، الدورة في كل مكان. فطبعا بدت تصير حزينة انها مو لاقية العقد هذا، وقالت حق كل اللي في القصر ان يعني اللي يبحث عن هالعقد راح يحصل جائزة كبيرة. فالكل قام يدور عن هذا العقد. أبوها طبعاً كان هم وايد زعلان، كل كان زعلان إن هي فقدت العقد هذا. والكل طبعاً قام يدور لأنه يبي يحصل على هذه الجائزة. فالكل صار يبحث في القصر وبرا القصر ومو لاقين العقد هذا. بعدين واحد من الرعية اللي عندهم في القصر قال لها سعادة الأميرة، هذا العقد موجود على يعني ركبتك. فسوت كذي، فعلا العقد موجود. فإحنا هذه قصتنا، نبحث عن الحقيقة، نبحث عن السلام، نبحث عن الحب، نبحث عن السعادة، بس كل هذه الأشياء موجودة بداخلنا. كل اللي نحتاج نسويه إن إحنا نقعد شوية بالهدوء، نقعد بالصمت ونفهم، ندرس هذه المعارف. نحتاج شوية معرفة. مرات يمكن تشوفون نفس الشيء، إحنا ندور عن الموبايل والموبايل موجود في الشنطة ولا في المخبات. أو يصير مرات مع النظارة، أبحث عن النظارة وهي عندي. فهذه قصتنا، نروح نسافر ندور هيلرز، نقرأ كتب. بس كل هذه الأشياء صح ممكن تساعد في البداية، ولكن ultimately الرحلة الحقيقية هي رحلة اكتشاف النفس، أو إحنا نسميها اكتشاف الذات. هي رحلة وايد خاصة بين الإنسان ونفسه. وفي مثل حلو يقول لك إن الباحث عن الحقيقة معقد، ولكن الحقيقة نفسها سهلة. فالحقيقة هي أنا هذه الروح التي دائما موجودة، دائما بثبات، دائما بسكينة.
كل ما علي إني أنا أصقل هذه الروح وأكتشفها. فأنا ودي نقعد بس دقيقتين بالصمت وراح أكمل المشاركة، ويمكن حق اللي مشاركينا أول مرة إحنا راح يكون الحين للساعة 7 راح أشارككم أنا ببعض المعارف، وبس نقعد الحين دقيقتين صمت. مثل ما قلنا عن موضوع الـ inner peace أو السلام الداخلي، هذا اللي نبحث عنه، كيف أحصل على هذا الهدوء أو هذا السكون اللي يمكن إحنا ودنا نستشعره كل الوقت؟ كل اللي أحتاجه هو انتباه، يسمونه بالإنجليزي attention. لما هذا انتباه ما يكون موجود، يصير عندنا شيء نسميه تنشن. تنشن هو التوتر، هي يمكن حرف واحد اللي هو حرف الاي، ولكن فيه هيوج ديفرنس. فاحنا الحين يمكن قاعدين مع بعض وكل احد نسوي تامل، يمكن بعضكم يسوي تامل، ولكن ultimately اللي احنا ودنا نسويه ان اكون انا في حاله تامل على طول. يمكن بس وقت النوم خلاص تكون الوعي الجسدي أيضا يحتاج إلى الراحة والنوم. بس لما أتكلم عن الوعي، إحنا الوعي يسمونه بالإنجليزي consciousness، يسمونه الروح، النفس، كلها هي كلمات لنفس المعنى، هو أنا الحقيقية. ما معنات إن أنا الحقيقية، يمكن بعضكم سمع نفس الموضوع هذا، بس إحنا كل مرة نسمعه ندخل في العمق، ندخل في بالضبط منو أنا. فإحنا نقول أنا هذه الروح الغير مرئية، وهناك جسد، هذا الجسد اللي إحنا نحتاجه طبعاً عشان نتحرك، عشان نفكر، عشان نعيش حياتنا اليومية اللي فيها أكشن، علاقاتنا. ولكن هذه الروح اللي قاعد نتكلم عنها هي very subtle. subtle بمعنى هي موجودة ولكن لا نراها بالعين. زين؟ بس مجرد ما أستشعر أني أنا راح أشوف أن هناك مساحة بيني أنا هذا المشاهد وبين كل شيء حولي، الكرسي اللي أنا قاعدة عليه، الهواء اللي أنا قاعدة استنشق، الناس اللي حوالي، كلهم أنا واعية أن هناك أحداث حولي. ولكن أنا هذه الروح من يرى هذه الأحداث هذه، إذا بالفعل قدرنا نستشعرها ونشوفها
راح تشوفون 180 درجة تغيير في حياتكم، لأن احنا نسميه المنظور يتغير. أنا ما أقدر أغير يمكن أحداث في حياتي بمعنى أشخاص، هنقول أنا ما عندي علاقة وايد زينة معاهم، أو الجو، أو خنقول الحالة اللي احنا قاعد نمر فيها الحين مع الكورونا، أو الصحة مثلا، المرض، في أشياء احنا نسميها كارميك أكاونتس، مثل حسابات كارما موجودة في الجسد، في المحيط حوالينا. ولكن إذا أنا غيرت المنظور بمعنى أنا صرت المشاهد أو هنقول الواعي لكل ما يحدث حولي، رح يكون عندي سلام وسكينة أن أنا منفصل عن الأشياء اللي حوالي. بالضبط يمكن أنا يمكن بعضكم هذا المثال، بس هو مثال جميل جدا، مثال السماء والغيوم. اليوم مثلا أنا قاعدة أشوف السماء صافية فيها غيوم حلوة، يمكن في 20 غيمة الحين قاعدة أشوفها، باكر يمكن أشوف 10 غيوم، اليوم اللي بعده يمكن ما أشوف ولا غيمة. فأنا الروح هذه أو السلف أو الأنا هي السماء، وكل ما يدور حولي هو عبارة عن غيوم، including أفكاري. أفكاري أنا ترى مو أفكاري، لأن إحنا في برنامج معين قاعد يطلع أفكار كل الوقت، تعرفون ماكينة النفيش، نفس ماكينة النفيش. صراحة يعني ما نقدر نوقف العقل عن التفكير، العقل يطلع تقريبا 60,000 فكرة باليوم، على طول راح تشوفون في أفكار. ولكن المعرفة الحقيقية أو الذكاء الفطري هو أنني أرى أفكاري. بالإنجليزي you don't identify مع أفكارك، بمعنى أنت لا تقول حق نفسك أنني أنا أفكاري، لأن أحياناً العقل يطلع أفكار ما لها أي معنى، أفكار قد تكون سلبية، قد تكون أفكار ضائعة، وهذه نتيجة عادات تعود عليها العقل. لأن هناك علاقة بين المايند والبادي، هناك علاقة بين العقل والجسد، ولكن إحنا اليوم نبي نروح له ونقول أنا لست عقلي أيضا. العقل هو جزء من الروح، ولكن أنا الروح الماستر، وأنا اللي أقدر عندي الويل باور أو الإرادة أني أنا أعطي هذه الفكرة اهتمامي. وكل شيء نعطيه اهتمامنا يكبر، كل شيء ما نعطيه اهتمامنا يصغر. فأنت من يعطي كل شيء يحدث في حياتك هذا الوزن، أنت تختار. ولذلك يعني نقرأ وايد كتب أو نسمع وايد محاضرات عن قوة العقل، ولكن الآن إحنا نبي نقول قوة الأنا، قوة النفس. وكل إنسان، كل كائن على هالأرض عنده الحق أنه يعيش بسلام وهدوء وسكينة وسعادة رغم كل الظروف اللي تكون حواليه، لأن هذه كلها أشياء مادية تأتي وتذهب. بالضبط مثل مثال الغيوم، كل شيء يأتي ويذهب في حياتنا، تشوفون كل شيء فيه أمراض، أحداث، مواقف حزينة، حتى المواقف السعيدة كلها تأتي وتذهب متغيرة. هاي طبيعة الحياة أنها هي متغيرة، ولكن لما نتكلم الحقيقة، الحقيقة ثابتة، يسمونها بالأليثيا، وأليثيا هو الشيء الذي لا يتغير. ولذلك الروح كروح الفطرة مالتها سلام، الفطرة مالتها هدوء، الفطرة مالتها سكينة. ولذلك كلما استطعت أن أستشعر روحي ونفسي وكياني الداخلي، كلما ذهب مني الخوف
كلما كنت بهذه الحالة أكثر وأكثر. ودائما إحنا نقول إحنا لأن عايشين الحين حوالينا طاقات مختلفة، إحنا يمكن الأرواح التي يعني هنقول عطشانة حق الحقيقة، عطشانة أنها تعرف نفسها، عطشانة أنها تعرف رب العالمين، ترى قاعدين نمشي عكس التيار. صحيح في الحين صحوة بالعالم، ولكن أيضا هناك احنا نسميها النيجاتيف فورسز، طاقات السلبية اللي موجودة حوالينا حتى من الطبيعة، حتى الطبيعة تعبانة الحين، فكل شيء حوالينا تعبان، كل شيء حوالينا فقد الانرجي مالته. ولذلك احنا الحين كلما كنا بهذا الوعي احنا نسميه soul consciousness او الوعي الروحي، كلما بالفعل استطعنا ان نستشعر السلام وحضورنا في اي مكان، في اي جمعه، حتى وانا في البيت حضوري فقط كافي، حضوري الواعي احنا يسمونه الحضور، the presence، انك انت تكون موجود، هذا يكون بحد ذاته خدمه للبشريه. احيانا احنا لا نستطيع، ودنا نساعد العالم كله بس ما نقدر نروح بلدان معينه فيها حروب ولا فيها مشاكل، ولكن بتمنياتنا الطيبه للارواح اللي موجوده، بتمنياتنا الطيبه للماتر، للعالم الذي حولنا، سواء الاشجار، الطبيعه، كل شيء حوالينا، الهواء، نستطيع ان نؤثر. ولكن عشان استطيع ان اؤثر احتاج هذه السكينه، كل ما كانت عندي هالسكينه كل ما راح تلاحظون ان احنا ما نحتاج نفكر. انا كنت اسمع من واحده من المدرسات صراحه، يعني اللي حكيمين واللي اثرت فيها في حياتي يمكن، وكان لها دور كبير في رحلتي الروحية، اسمها دادو جانكي، كانت تقول دائما أن إحنا لازم نقتصد في الأفكار، لأن كل ما كان عندنا أفكار قليلة كل ما كانت الأفكار هذه قوية، كل ما كان عندي أفكار كثيرة كل ما عقلي تشتت. فإحنا الحين كلما كنا بهذا الوعي، الوعي إن أنا ترى زين، أنا ما فيني شيء، أنا بأمان، أنا بهدوء، راح تلاحظون إن العقل سوف يعمل الشيء الصحيح بدون ما إحنا نتدخل. Actually يسمونه بالإنجليزي إحنا المفروض we remove the interference، تعرفون الراديو الموجات الصوتية مرات يصير في موجات تدخل بالطريق، فإحنا كل اللي نحتاجه إن إحنا نوخر هذه الذبذبات اللي إحنا ما نبيها. راح نلاحظ إن إحنا بس كلما أكون بهذا الوعي، وعي إن أنا الماستر، أنا اللي عندي السيادة، لذلك إحنا نسميها راجا يوغا، راجا يعني ملك، أنا سيدي نفسي، أنا سيد أفكاري، راح تلاحظون إن العقل راح يسوي الشيء الصحيح، ما نحتاج نفكر. سبحان الله، هو في برنامج ولكن احنا we have to tune لهذا البرنامج. احنا الحين مشتتين، نقرا شويه هني، نسمع المحاضره، هذا كله اوكي زين في وقت من الاوقات، ولكن بعد لازم احنا نسوي هذا. ليش اقرا غيري؟ ليش ما انا استشعر نفسي؟ ليش ما انا استشعر كياني؟ ومو شرط، ترى كل واحد عنده وقته وكل واحد طريقته، بس يسمونها self inquiry أو self discovery، هذه ما حد يقدر يسوي لنا هذا الهومورك، إحنا فقط نقدر نسويه حق نفسنا، نقدر نستشعر روحنا الحقيقية اللي هي يعني birthright مالنا. شوية نتكلم عن الخوف اللي يمكن تكلمت في البداية. الخوف يأتي كنتيجة لعدم استشعارنا بالهدوء والسكون والسلام، لأن احنا نسميه الخوف يأتي من الوعي الجسدي، من تجارب قديمة. ورح أعطيكم مثال صراحة يمكن توا صار لي أنا في منطقة اسمها الإكوادور في جنوب أمريكا،
قبل تقريبا أسبوع رحت أمشي بالجبل، أوكي، وقلت لهم هل هذا الجبل أمان، ما في حيوانات، ما في شيء؟ قالوا لي لا، هذا يعني 100% أوكي. وفي هذا المكان، الفيلا اللي احنا قاعدين فيها، فيها كلبين، ثلاثة actually، وأنا عندي فوبيا بصراحة من الكلاب ومن القطط، يعني عندي مشكلة قديمة كنت أحاول أتخلص منها، بس عندي خوف، بس أشوف كلب أو شيء يرتفع عندي الأدرينالين وأخاف يعني. فأنا أمشي في الجبل الصبح، قلت أوكي، فكلمت راعي البيت قلت الله يخليك أنا لما أمشي ما أبيها الكلاب يطلعون لي، قال لا تخافين خلاص روحي وأنا ماسكهم كذا. فرحت صراحة كنت قاعد أقرأ شيء الصبح مثل معرفة روحية، وقلت أوكي خليني أروح ساعة تأمل وأنا أمشي، هم أتذكر نفسي، أتذكر المعارف، أبي أسوي إحنا نسميه تشيرنينج، مضغ حق المعرفة هذه. بعد ما مشيت، هو الطريق تقريبا ساعة، بعد ما مشيت ربع ساعة وأنا بالهدوء مستمتع بالجو بالخضرة، يطلعون لي هذول من حيث لا أدري يركضون، وحسيت بالخوف، بلش يجيني خوف، فقلت لهم لا لا تقربون، أعطيتهم بعض الإشارات. المهم عشان أختصر لكم القصة، أول يمكن 10 دقائق كانوا قاعد يسمعون الكلام، بعدين مشيت شوية، لا صاروا يجون يمي، وهم صراحة كلاب يعني كبار، 2 كبار وواحد أصغر، ولأنهم يعرفوني ما أدري هل هم يبون يلعبون معاي أو شيء، وايد قربوا يبون يلعبون معاي، بس أنا طبعا أنا عندي تجارب سابقة مع الكلاب، الخوف وايد زاد عني وما في ولا أحد حوالي، بالفعل كانت تجربة وايد قوية. آخر 10 دقائق من المشي خلاص حسيت إني أنا استنفذت، لأني كنت قاعد أمشي سريع ما بأركض لأن رح يركضون وراي. كان بالفعل موقف يعني يمكن من زمان ما مريت بهالنوع من المواقف، يعني صرت أصرخ، قاعدة نادي راعي البيت إنه بليز إذا أحد يسمعني أحد شيء، لأن أهما الكلاب كانوا هم كونفيوز، هم يعرفوني طيب ليش هذه مو قاعد تلعب معانا، بنفس الوقت أنا خايفة وحسيتهم يبون كأنهم قاعد يكلمون بعض، ويعني صار النبيح مالهم عالي. المهم أحاول يعني أقول يا رب ساعدني يا رب ساعدني. وصلت للبيت وأنا خلاص مستنفذة الطاقة كلها اللي عندي، وصرت أبكي وقلت حق راعي البيت أنا خلاص راح أطلع، أنت وايد زين بس أنا ما أقدر أقعد في هذا البيت. المهم طبعا وايد وايد اعتذر وقال لي أنا بالفعل متأسف، أنا ما أدري شلون هذيل طلعوا. المهم بعدها طبعا قعدت 10 دقائق، هذا الخفقان القلب والأدرينالين كان عالي، بس بعد ما ارتحت سويت شوية تأمل واكتشفت ان انا يعني لازم اشتغل على نفسي من ناحية الخوف. يعني قلت حق نفسي منى اوكي شنو اسوأ شيء ممكن يصير في الرحلة هذه، اسوأ شيء، يعني بنتي كانت قاعد تقولي ماما ترى هذيل كلاب زينين ما راح يعضونك، حتى لو يعني كنت قبلها فترة قاعدة أتدرب، بس أنا لأن عندي تجارب قديمة فاكتشفت أن هني على طاري الموضوع العقل والبرمجة، إحنا أحيانا يكون عندنا قصص في عقلنا إحنا نخلقها ونصدقها، يعني أوكي يمكن جزء منها يكون في شيء بالعقل الباطن من 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 تجارب سابقة، يمكن وأنا صغيرة في قطوة مرة عضتني أو شيء ما أتذكر تفاصيل، بس هذه هم تجارب مرت علي مع الحيوانات. وأفكر إن شنو أسوأ شيء بيصير بعظمي الكلب، أوكي يعني أوكي هذا الجسد، بس الروح is okay، السلف النفس هذه ما رح يصير فيها شيء، لأن يعني إحنا نتعلم الحين إن
الروح دائما في سكينة، دائما بسلام. أوكي، يمكن يصير عندي ألم، يمكن يصير عندي يعني سفرين معاناة، بس مو نهاية الدنيا. فبديت أسوي هذا الرفلكشن، والحين ودي أروح مرة ثانية حتى لو يطلعون لي، ودي أجرب أنا مع نفسي التجارب من الأشياء اللي هي إحنا نخاف منها. ممكن الناس تخاف من الطيران، في وايد أشياء، في وايد فوبياز عندنا. وإحنا سبحان الله الإنسان عندنا في العقل الباطن أرشيف من المشاعر والأحاسيس، لأن كل شيء يمر علينا يتسجل، تسجل بالعقل الباطن، تسجل بالأرشيف. بس يمكن لو أنا يعني أوكي الخوف موجود، بس if I detach يعني، فأنا هذه كانت مثل تجربة وتمرين حقي على عدم التعلق، أني أخلق هذه المساحة again and again and again، وأتدرب أن أنا أي شيء يمر علي راح يروح. هذا الموقف اللي كان very very intense ذاك الوقت، صراحة الحمد لله يمكن الشيء اللي كان وايد زين أني أنا بعد 10 دقائق راح مني هالشعور خلاص، يعني ما كنت خايفة وخلاص هو موقف ومر. طبعا أبي أشتغل على نفسي في هذا الموقف عشان ما يتكرر مرة ثانية. ولكن لو تشوفون حياتنا كلنا عندنا أشياء نخاف منها، بس هو it's an illusion، هو وهم، هو مو 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 شيء حقيقي. يمكن هذا اللي كنت أبي أقوله، بس كل ما أنا أستشعر هدوء، أستشعر سلام، أذكر نفسي إن منى هذا جزء من القصة اللي منى قاعد تمر فيها، بس أنتي مو منى، أنتي أوكي ولدتي بالكويت، أمك وأبوك كانوا مسلمين، فأنتي كملتي تكملين في هذا الطريق، في هذا الدين، أنتي كويتية تعلمتي عربي، هذه كلها يمكن حتى العادات والتقاليد اللي ربونا عليها، أشياء إحنا توارثناها من أهلنا، من البيئة، من المدرسة، حتى الأفكار الناس اللي حوالينا. فكل هذه المعتقدات، الأفكار ترسخت فينا. ولكن أنا الآن عندي المعرفة وعندي الشويس وعندي الخيار أني أنا أقول لا، هذه الفكرة تفيدني، هذه الفكرة ما تفيدني. يمكن فادت أمي في ذاك الوقت، بس مو شرط هي فكرة مفيدة لي. سبحان الله إحنا عندنا بالفطرة الانتليجنس أو الذكاء يسمونه الفطري، أني أفهم هذا صح هذا غلط، هذا شيء بتعود عليه، هذا شيء ما بيتعود عليه، كل هذا موجود في داخلنا. الحين في المديتيشن، في التأمل، راح نسوي ريفلكشن على هذه الخواطر، وإن شاء الله تكون عندكم هذه الأمور تبدأ تصير أوضح إن شاء الله. فعماد، أنا يمكن خذيت من الوقت زيادة. أنا بصراحة اليوم أدري إن هي مشاركة وتأمل، ولكن هم مهم عندي إن أنتم تكونون يعني تستشعرون يمكن المشاركة اللي كلمتكم فيها. فاللي عنده يمكن سؤال أو سؤالين ممكن نأخذهم قبل التأمل، اكتبونهم على الشات إذا تحبون. واللي ما عنده سؤال نقدر نبدأ بالتأمل. تفضل يا سارة، إذا عندك سؤال تبين تكتبينه بالشات نقدر نشوفه مع بعض. أوكي صحيح، في هالأيام خوف، لأن إحنا الحين في السوشيال ميديا بصراحة كل شيء مفتوح، everything is really really open. وأكيد صح نخاف على عيالنا من السوشيال ميديا، وأنا يعني أيدك تماما في هذا الموضوع. أنا يمكن بتكلم عن تجربة شخصية كانت مع بنتي، إذا تحبين يعني تسمعينها كذي على السريع أشاركك فيها.
وهي أن إحنا الحين عايشين في زمن بالفعل كل شيء open، ومهما إحنا نحاول يمكن كparents كأولياء أمور إن إحنا نحد من الأشياء هذه، يمكن أحياناً تكون صعب أو يكون في challenge في هذا الموضوع. فاللي أقدر أسويه بالفعل إني أنا أول شيء علاقتي مع الأبناء أو مع يعني مع أو مع الأولاد تكون علاقة زمالة وصداقة أكثر من إني أنا أم وأبي أتحكم. مثل ما أنت روح، هي كمان روح وعندها طريقها وعندها. بالنسبة حق ال أم تحاولين إن مثلاً بدل لا يكون عندها الآيباد أو تليفون أو شيء لمدة 5-6 ساعات، تحاولين إن تسوين ليميتيشن حق أعتقد أفضل طريقة هي الحوار، إن أنت توعينها ليش السوشيال ميديا يعني وايد زين، شلون ممكن هي تنشغل. أنا أعتقد وايد من الناس تروح حق السوشيال ميديا لأن هي فاضية. مع الأسف إحنا للمجتمعات فالأطفال عندهم وايد وقت، فلما نشغلهم في أشياء مفيدة، لما نبدأ نعطيهم مسؤولية، لما نبدأ نفهمهم إن شلون هما لازم يشتغلون، يتعلمون من أغلاطهم، يكون عندهم دافع إن هما يشوفون نتائج العمل اللي هما يؤدونه. في أعتقد وايد جهات ممكن تساعد في موضوع العمل، يعني هني يمكن في الدول الغربية ترى يبدون يشتغلون من عمرهم 13 و14، يمكن من عمرهم 16 يطلعون من البيت خلاص يكونون totally independent. فأنت كثر ما تقدرين كأم توعينها، بس لا تستصغرين بالفكر مالها، لأنهم الحين الجنريشن هذا ترى يمكن يعرفون أكثر منا في حتى بالروحانيات، يعني don't understand معارف اللي عند. فلما تكلمينهم كلمينهم كأدلت كإنسانة كبيرة، يعني تكلمين روحها. فأوكي كخوف مع الأسف ما نقدر إحنا نسوي شيء. أنتك أنا مثلاً القناعة اللي وصلت لها إن أنا مجرد أقدر أكون مثال زين حق أولادي، يشوفوني أنا سعيدة وبهدوء وبسكون. أنا كذي بنتي شلون يعني مرت في هالمرحلة الصعبة وبعدين طلعت منها، شافتني قالت لي ماما أنت شو تسوين؟ لا أنا مريم أسوي تأمل، هذا التأمل زين حقنا، يجيب لنا ثقة بالنفس، يجيب لنا هابينس، يخليني ما أعتمد على أصدقائي عشان يعطوني سعادة. ممكن هذا نسوي فيه مرة محاضرة ثانية عن هالموضوع، ولكن باختصار كل اللي تقدرين تسوينه أن أنت تكونين يعني مثال جيد لها، وطبعا تحاولين أن ترشدينها بكل طريقة، وهذا اللي نقدر نسويه. كي ناخذ هذا السؤال الثاني وبعدين ندخل في التأمل إن شاء الله. أوكي، راح نتكلم في موضوع الأنا بالتأمل إن شاء الله. أوكي، أنا الحين عماد إذا ممكن لو سمحت نحط بس 3 دقائق نقعد بالصمت بدون موسيقى. أنا راح أرجع بعد 3 دقائق بالضبط إذا ممكن نكون بالصمت. عفوا، بلا موسيقى ولا مع موسيقى؟ لا بلا موسيقى ماد. شكرا. الحين ناخذ نفس عميق ارتاح.
كل إنسان يحب أنه يعيش حياة أفضل. ولكن نتذكر الآن أن هناك مثل جديد يعني جميل من أينشتاين يقول أن إحنا لا نستطيع أن نحل مشاكلنا بنفس الوعي الذي خلق المشكلة، ولذلك حتى نعيش بحياة أفضل بسلام أكثر نحتاج أن نغير الوعي. نغير الوعي من وعي جسدي إلى وعي روحي. هل الصوت واضح؟ هل تسمعوني عدل؟ لأن أنا شوية النت مرات يكون، فما معنى الوعي؟ شو يعني أغير وعي؟ معناته أني أصحى من الغفلة، احنا نسميها العين الثالثة تنفتح، بمعنى أرى الأمور من منظور مختلف. أكون واعية لنفسي، واعية لحقيقتي، مثل ما حقيقة النار أنها حارة مثلا، حقيقة الروح هي السلام. كل اللي أحتاجه هو أني أتذكر، ما أحتاج أسوي أي شيء ثاني. أتذكر أنني روح ولست جسد، أستخدم هذا الجسد كأداة، أؤدي دوري كأم، كأخت، كمديرة، كمدرسة، ولكن هذه كلها أدوار تلعبها الروح. الروح غير مرئية، لا نراها، ولكن هي الوعي، يسمونها الأويرنس. مجرد ما أحس أني أنا هذه الروح، سوف أرى أن هناك مساحة بيني أنا وبين كل شيء حولي. كل شيء حولي، كل شيء في حياتنا، الصحة، أحداث اللي نمر فيها. ولذلك هناك مشاهد نسميه detached observer، مشاهد غير متعلق، أنت الذي تشاهد كل ما يجري حولك، ولذلك أنت هذا الماستر، أنت الذي يرى كل شيء حواليك. هذا اكتشاف جميل وعظيم. خلينا نحس بالراحة، ماكو شيء، كل شيء احنا نخلقه بعقلنا. احيانا نحن نخلق قصة ونعطيها أهمية، حتى لو فكرة، أفكار، اعتقادات. أنت من يرى هذه الأفكار؟ نأخذ مثال بسيط، إذا أنت الحين فكرت أي فكرة،
أنت من يعطي هذه هي. أحياناً المشاكل والتحديات اللي نمر فيها إذا لا نستطيع أن نجد لها حلول، مجرد أن نترك مساحة سوف نرى أن الحل سيأتي بكل طبيعية. ما نحتاج نسوي مجهود، أحياناً الوقت كفيل أن يجد الحلول لهذه المشكلة. ولذلك الآن بصحبة نفسي استمتع باكتشافي لذاتي. هناك آية جميلة في القرآن تقول إنما الحياة لعب ولهو، إنما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. هل نرى نحن هذه الحياة كمسرحية جميلة نستمتع فيها، أم نراها كل شيء فيها مشاكل معقد وصعبة أمور بسهالة، كل شيء راح يكون سهل، ما أستطيع أن أعيش حياة سهلة إلا إذا عرفت نفسي وعرفت علاقتي بالخالق. معرفتي لنفسي تعطيني هذه السكينة والهدوء. لأن الروح أبدية لا تموت، الجسد قد ينتهي، هذه حقيقة كل كائن حي. حتى الخوف من الموت هو فكرة زرعناها بفكرنا. أنت هذا الماستر الذي يستطيع أن يعطي قوة لأي شيء يريده. نحن مبرمجين قديم، العقل تعود أنه يقلق، العقل تعود أن يخاف. مجرد ما تشوفون هذا الخوف، أنت هنا مساحة ولذلك حتى الخوف من تصرفات الأبناء، صحيح نحن مسؤولين وعليه، ولكن هل أستطيع أيضاً أن أعيش كمؤتمن على هذه الأبناء وأدي دوري بنفس الوقت أكون مشاهد غير متعلق؟ هذه هي الحرية الحقيقية. كل يبحث عن الحرية يسمون هذا freedom of the spirit، الروح طبيعتها حرة ولذلك تبحث عن الحرية. هناك اختلاف بين القيود وبين العلاقات،
العلاقات جميلة، ونحن كبشر نحتاج العلاقات. لأن العلاقات تجلب السعادة والفرح، ولكن عندما تتحول هذه العلاقات إلى قيود، هنا نحس بالضيق ونحس بعدم الأمان، لأن هناك خوف. عندما يكون هناك خوف، ولذلك حان الوقت الآن لنزيل هذه القيود، نستشعر الحرية. ونحول علاقاتنا إلى علاقات حرة. العلاقات الحرة يكون فيها احترام، يكون فيها رعاية، ولكن بدون قيود. أنا أحبك أخي الروح لأننا جميعنا كأرواح ننتمي إلى عائلة واحدة، والخالق واحد، الله هو رب الأرواح، وهو الذي يجمعنا، العاطي لجميع الأرواح. مثل الشمس، الشمس تعطي لكل ما حولها. الله سبحانه وتعالى يعطي بدون حدود، بدون شروط. يعطينا سلام، يعطينا سكينة، يعطينا حب، وهو لا ينتظر شيء منا، لأنه كامل، هو المطلق. كل ما يريده سلامنا. الذي يأخذ هذا السلام وهذه السكينة هو أفكارنا الضائعة، أفكارنا السلبية. ولذلك كل ما علينا هو أن نتذكر حقيقتنا، أننا كأرواح ننتمي إلى الله، خوف إذا هذا الإيمان موجود. كل جميل. جميلة والحياة جميلة، هذا وقت الاستمتاع بالحياة وليس القلق. كل ما كان عندي هذا الوعي كل ما قدرت كل شيء يمر علي في حياتي أعديه بسهولة. كل شيء يأتينا حتى نتعلم، ولذلك كل شيء مفيد. كل ما يأتينا هو امتحان حتى نرتقي لمستوى أعلى من الروحانية والوعي. فالصبح لما تقومون من النوم تذكروا أنكم أرواح جميلة أتت إلى هذا العالم لتشارك فقط بحضورها بوعيها
هذا هو الوعي الروحي الحقيقي. كل اللي نسويه هي أدوار نأديها. لذلك احنا نسميها نرقص مع الحياة، نرقص مع الوجود، existence. ناخذ الحين 5 دقايق نتأمل في الأفكار اللي شاركتكم فيها. تذكروا أنفسكم دائما أنكم أرواح جميلة لها رسالة في هذا الوقت. قد حضوركم بالضبط مثل هذه الوردة الجميلة، لا تنتظر شيء تأتي إلى هذه الغرفة حتى تعطي جمال ورائحة جميلة. كل واحد منكم له رحيق جميل. شكرا. شكرا لكم. أنا ودي بس